بصوا يا شباب، ده اخر حتة بس في الفيديو. للاسف الماسك مش عايز يثبت، فهتكامل من 0 لواحد للاكس في الاف اكس بتاعته، زائد من 1 ل 2 للاكس في الاف اكس بتاعته، لان الفانكشن عندك متقسمة 3 حتت. بس وطلع الناتج، هتلاقيها محلولة جميلة، مفيش اي مشكلة. اكزامبل 25 سيلف ستادي برضو. طبعا مش هقدر احل كل الاكزامبلز، مستحيل. بعد كده يا معلم،